الكل طبعا يعني منتظر مباراة الأهلي غدا ومازيمبي، والحقيقة كله بيتحدث عن ملعب المباراة، ملعب تي بي مازيمبي، والملعب اللي يعني حالته صعبة جدا، والناس كلها بتتكلم على انه ملعب ما هواش سهل وتفاصيله ما هياش سهلة، وبقى في عقدة كده للفرق المصرية مع مازيمبي، ويمكن تقريبا 9 مباريات مفيش فيهم فوز ولا فوز لفريق مصري على مازيمبي. ازاي الاهلي بيستعد؟ مارسيل كولر المدير الفني للاهلي كان عنده مؤتمر صحفي في الكونغو النهارده، والحقيقه كان بيتكلم عن المباراه المرتقبه مع مازيمبي في دوري ابطال افريقيا، والمدير الفني للاهلي الحقيقه طبعا تم توجيه انتقادات ليه واسئله من الصحافه الكونغوليه، واللي فكرته بهزيمه بيراميدز من مازيمبي 3-0 في نفس الملعب، لكن كانت ردوده هاديه وقال انه فرقته هتلعب الماتش وتتعامل مع المباراه ومش هتتعرض للي تعرض له فريق بيراميدز. يا ترى الاهلي ازاي هيكون في هذه المواجهه المرتقبه غدا الساعه 3، خصوصا انه في غيابات كتير في صفوف الفريق، واضاف ليها امام عاشور، وطبعا من قبل كده شناوي وحسين الشحات وكثير من الاصابات. خلينا نتكلم بالتفصيل مع الناقد الرياضي ايمن ابو عيد. اهلا بيك، وازاي شايف الاهلي يستعد للمباراه المرتقبه مع مازيمبي غدا، ومساله الحديث عن الملعب ده وانه اللي داخل الملعب ده مفقود واللي خارج مولود؟ اولا مساء الخير عليك يا استاذ هدير وكل مشاهدينك طبعا، قناه الاولى قناه مصر واللي بتربينا عليها يعني. اهلا بحضرتك. اولا نقدر نقول اللي هي مباراه صعبه، مفيش شك هي مباراه صعبه طبعا. صعبة، صعوبتها تأتي من أنها مباراة في الدور قبل النهائي، مباراة مع فريق مازيمبي من أحد الفرق الأفريقية القوية، فريق حصل على البطولة من قبل 3 مرات. المباراة تقام في أجواء حارة وجو رطب وملعب من الأرضية النجيل الصناعي. طبعا هو مازيمبي خد توقيت أو اختار التوقيت اللي هو درجة الحرارة اللي هو في الظهر او الثالثه ظهرا من توقيت القاهره، يعني لانه يعلم جيدا انه النادي الاهلي كان تعرض لخساره، او يعني اللاعب المصري بالتحديد لا يتعود على مثل هذه الاجواء، وكان النادي الاهلي خسر قدام فريق صن داونز الجنوب افريقي في مباراتين من قبل بنفس الاجواء. ما فيش شك انه النادي الاهلي قادر على عبور هذه المباراه، ودائما لاعب النادي الاهلي وجهاز الفني دائما عند ثقه جماهيره وعند ثقه كل المصريين، ان هو دائما عندما بيواجه ظروف صعبه بيكون على قدر المسؤوليه وعلى قدر التحدي، وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ويرجع باذن الله بنتيجه ايجابيه او على الاقل التعادل ان شاء الله، الذي يرفع من حظوظه في مباراة العودة من القاهرة إن شاء الله. شايف رؤية كولر للمباراة هتكون عاملة إزاي، وخصوصا لخط النص اللي يمكن كان في مباراة الزمالك فيه كتير من المشاكل مع الغيابات كمان اللي موجودة مع تأخير التغييرات، ويمكن ده اللي أخدوا عليه ناس كتير، نزول كهربا في الدقائق الأخيرة. شايف ده إزاي كولر هيتعامل معاه في مباراة مازيمبي؟ زي ما قلت لحضرتك في البدايه هي مباراه صعبه مفيش شك، برضه بنضيف عليها انه النادي الاهلي بيخوض هذه المباراه في ظل غيابات عديده وكثيره طبعا من الاساسيين والمؤثرين في الفريق. ما في شك ان النادي الاهلي بما بالقائمه التي لديه قادر كولر على معالجه الاخطاء، خاصه ان هذه المباراه تاتي بعد خسارته الاخيره في مباراه او الديربي او القمه مع نادي الزمالك، ولكن هذا لا يعني بالضروره انه النادي الاهلي سيخسر هذه المباراه او ان النادي الاهلي سيتاثر بمثل هذه المباراه. كما قال كولر في مؤتمر صحفي، ليس بالضروره ان تخسر مباراه ان تخسر المباراه الاخرى، او عندما تخسر مباراه في الدوري يكون ادائك على نفس الشكل في المباريات الافريقيه. ما في شك ان هذه البطوله مهمه للنادي الاهلي، هو حامل اللقب وبيسعى للاحتفاظ باللقب، وان هو قادر على تجاوز فريق مازيمبي. وانا عجبني ذكاء كولر في ردوده في المؤتمر الصحفي، وايضا ربيع عندما قالوا ان احنا نعلم جيدا من هو فريق مازيمبي وجاهزين لكل المباراه ولكل الظروف التي ستحيط بنا في هذا المباراه، وانه حتى ربيع قال انه هذه المباراه انه لعب من قبل في هذا الملعب ويعلمه جيدا، وانه لا يخشى من الجمهور ولا يخشى من الاجواء التي تحيط بها مثل هذه المباراه. فكل التوفيق
النادي الاهلي ولاعبته وجهازه الفني، وان شاء الله يسعدوا كل جماهير الكره المصريه. توقعاتك لسير المباراه غدا والاوراق الرابحه اللي بيعتمد عليها مارسيل كولر غدا في المباراه؟ بص حضرتك، هو الاهلي لابد ان هو كولر اكيد يعني اكيد عمل اعاد حسابات تنظيم خط الدفاع الذي كان الظاهر عليه في مباراه الزمالك، واكيد ان هناك تدعيمات لمعالجة الأخطاء التي كان عالجها في الشوط الثاني بالتشكيل اللي نزل بيه. أعتقد أنه سيبدأ المباراة من حيث انتهى من مباراة نادي الزمالك، مع بعض الغيابات التي ستغيب لظروف عدم المشاركة أو القيد الأفريقي في هذه المباراة. لكن النادي الأهلي بتاريخه وبلعبته وبروح العالية اللي هم عودون عليها ودائما بيلعب بها النادي الأهلي في مثل هذه المباريات، وانها هي خطوه على الوصول للمباراه النهائيه يقترب، لانه من الوارد جدا ان يكون النهائي عربي ما بين الاهلي والترجي، او ما بين نعيد سيناريو البطوله السابقه والاهلي يواجه صن داونز ممكن في المباراه الاخرى اذا ما قدر الله تجاوز فريق مازنبي. فهي مواجهه عربيه افريقيه، ما في شك انه كل الحظوظ وكل التوقعات وارده في مثل هذه المباريات، ولكن على الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراة أن يلعبوا بروح الفنانة الحمراء التي تعود الجمهور في مصر على أداء النادي الأهلي في مثل هذه المواقف وهذه البطولات الصعبة. أنا بشكرك شكرا جزيلا النقد الرياضي أيمن أبو عايد، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي غدا في مباراته في مازيمبي تي بي، وان شاء الله يعني جماهير كبيره اللي احنا شفناها، ويمكن ده كان المشهد الاعظم في مباراه الاهلي والزمالك، الجماهير الزمالك وجماهير الاهلي، وقد ايه الجماهير دي بتدعم ناديها ايا كانت النتائج ايه. والنهارده لما الاهلي يلعب في افريقيا نعرف كويس قوي انه ان شاء الله تكون مباراه قويه ومباراه فاصله. فكل التوفيق للنادي الاهلي غدا في المباراه، نتابع جميعا المباراه غدا ان شاء الله.